تصدر لجنة تحقيق برلمانية في وقت لاحق نتائج 18 شهر من التحقيقات حول الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير من العام 2021. سيقرر أعضاء اللجنة خلال جلستهم ما إذا كانوا سيوصون وزارة العدل بتوجيه التهم إلى دونالد ترامب بالدعوة إلى التمرد وعرقلة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى التآمر ضد الولايات المتحدة. ويمكن أن تؤدي هذه التهم الثلاث إلى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة في البلاد. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أنس صبار. أنس، أهلا بك. كيف تجري جلسة اليوم وما هي التوقعات بشأنها؟ بالفعل بعد نصف ساعة من الآن ستبدأ الجلسة العامة التي ستنقل عبر شاشات التلفزة في الولايات المتحدة وغيرها. هذه الجلسة تعقد بعد عام ونصف من انعقاد هذه اللجنة التي تتكون من 9 أعضاء، 2 منهم من الجمهوريين. أجروا في المجموع تقريبا أكثر من 1000 مقابلة للتحقيق في الذي جرى خلال 6 يناير، ما قبله وما بعده، للتحقيق إذا ما كانت هناك تهم أو ما يسمى بالإحالات القضائية أو الإحالات الجنائية التي ستوجه إلى وزارة العدل. وفقا للمصادر حتى الآن فإن هناك 3 تهم قد توجه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. الأولى تتعلق بالتحريض على التمرد، الثانية تتعلق بإعاقة عمل الحكومة، والحديث هنا يدور عن إعاقة عمل المشرعين في التصديق على نتائج الانتخابات، والتهمة الثالثة تتعلق بمحاولة هذا الرئيس إعاقة أو تقويض الحكومة الأمريكية. بكل الأحوال بعد هذه الجلسة لن ينشر التقرير كاملا، لكنه سيكون متوفرا بعد 2 يوم للأمريكيين. وخلال هذه المرحلة ستتم الإحالات القضائية على أن تتخذ وزارة العدل قرارا بهذا الشأن. إذا ما كانت تريد توجيه تهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهم جنائية أم لا، لكن في حال تم ذلك ووجهت إليه التهم، وقد سبق أن حدث ذلك لـ2 من مساعديهم بيتر نافارو وستيف بانون. ستيف بانون الآن يحاول الاستئناف ضد التهم الموجهة إليه من وزارة العدل. لنقل أن هذه التهم قد تقرر وزارة العدل توجيهها للرئيس السابق دونالد ترامب. في حال حدوث ذلك بالإمكان استخدام التعديل 14 من الدستور الأمريكي، وبالتالي حرمان الرئيس دونالد ترامب من الترشح لأي منصب رسمي في الولايات المتحدة، وهو وفقا لأحاديث المراقبين هو الهدف البعيد الذي يحاول الديمقراطيون تحقيقه قبل تسليم مجلس النواب للجمهوريين مطلع هذا العام. وبالتالي فإن هذه العملية التي بدأت قبل عام ونصف ستصل إلى نهايتها اليوم من خلال هذه الجلسة، وبعد ذلك الإحالات الجنائية التي وفقا للمصادر من المرجح أن تكون وأن توجه إلى وزارة العدل، وحينها سيكون على وزير العدل ميريك غارلاند المعين بطبيعة الحال من طرف الرئيس الديمقراطي جو بايدن أن يتخذ قرارا فيما إذا كان سيتابع التحقيق وتوجيه التهم للرئيس دونالد ترامب. إضافة إلى ذلك يقول المشرعون في الكونغرس الأمريكي إنهم سيحاولون أيضا تمرير تشريعات على هامش هذه التحقيقات تتعلق بتغيير على الأقل عملية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في محاولة منهم لمنع تكرار ما حدث في عام 2021، منع تكرار الضغط على نائب الرئيس على سبيل المثال، وكما حدث مع دونالد ترامب ومايك بينس في عام 2021، في محاولة منهم على الأقل كما يقولون لحماية الديمقراطية الأمريكية.